حديث من كانت له نصيحة لذي سلطان لا يصح الخبر وليس بمجمع على صحته، وكذب من قال مجمع على صحته. الحديث من كانت له نصيحة عند ذي سلطان فليأخذ بيده وليسر بها إليه، لا يصح ثم لا يصح. إنما يقول هذا الذين يقولون بالسمع والطاعة المطلقين للأمراء والحكام دون تفصيل. أقول مسألة السمع والطاعة إنما هي في المعروف كما لا يخفى، هذا أمر ونص النبي على ذلك، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا أولا. ثم إن فقه النصيحة هل تكون سرا هل تكون جهرا، هل هناك مواطن يسر فيها هل هناك مواطن يجهر فيها، لا فقه، لا يضطرد الحكم